جينا هنا للمعرض الدولي تاع الفلاحه باش نقدموا المنتوج تاعنا. درنا القوارط انا والسيده بن قفو فاطمه باش نديروا معرض تاع لي بات، قوارط بات فويتي بات سابلي بات بريزي. وميم طور انا دخلنا الحلويات التقليديه الاصيله تاع مستغالم. بسم الله، السلام عليكم، سي فاطمه زهره بركاتي، خريجة جامعة عبد الحميد بن باديس، مهندسة دولة في العلوم الفلاحية. درت مشروع تاع معصرة زيت زيتون لعصر وصفية الزيوت النباتية، عندي عام اللي درته. نخدمو نعصرو كاع الزيوت النباتية واللي على رأسها زيت الزيتون، ونخدمو تاني كاع لي صابون ارتيزانال توسكي لا كوزميتيك بيو كاع نخدموه. هذا عامنا الأول ورانا عاد بادين جدد. يعني مليح نذكروا الوكاله هذه، الدور تاعها هي جسر ما بين البحث العلمي، يعني انوفاسيون ابتكار، والمؤسسه. سي اون باسريل ان ليان، حنا اللي نربطوا اصحاب المشاريع هذوك يلحقوا يعني يصيبوا النتيجه تاعهم، ولكن باش يروحوا يدخلوا للسوق ولا يبيعوا المشروع تاعهم يعني شويه حاجه شويه صعيبه. هاد العراقيل والمشاكل يعني ينجم يتلاقى بهم المستثمر ولا صاحب المشروع. أعلن الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة الكبيرة في ولاية مستغانم.